أقول لكم شيء، أنا في كل مرة ألتقي فيها المشتركين سواء في المقابلات ولا في كل مرة أقابلهم أعرف شخصية كل واحد منهم، ويجي في بالي إيموجي لكل واحد فيهم، وبوريكم الإيموجي اللي تناسب كل واحد. نبدأ ب عزيز يعني فاز بهذا الإيموجي وبكل جدارة، لأن في كل المقابلات تلاقي كده تاكي. المشارك الثاني فاز ب 2 إيموجيز لأنهم ثنتين مع بعض متلاصقين هذول. هذا سالم، سالم إذا فرط ما يسكت ما شاء الله، ضحكته طارفة ومعدية لدرجة أنا حتى ما عاد أقدر أوقف ضحك معاه. لحظة لحظة لحظة، سالم مو بس يضحك ترى، مو بسهل، مو هو سهل أبدا. أوريك يا سالم، يا أنا يا أنت. هذا الإيموجي تتوقعون مين؟ الألطف واحدة في البرنامج، جوري. جوري حقيقي هذا الإيموجي يجي عليها، وجهه دائم كذا سعيد وبشوش وتحس قلوب أفريوير، فاستحقتها وبجدارة. زينب. زينب كل مرة أطلعها تلعب بس هذا وجهها، وتقعد تعلق ساعة مع أنها ما شاء الله عليها مرة إنرجيتك، بس كل مرة أنا شخصياً ألتقيها أشوفها كذا. هذه نادين، يعني مو بس لطيفة وهادية ومؤدبة وما يعني ما تسوي إزعاج، بنت ما شاء الله تبارك الله ماشية كويس، لكن لا يغركم ترى هذا شكلها بس في الحياة العامة، لكن يوم تطلع على المسرح هذا يصير ردة فعلكم أنتم لصوتها ولأدائها. هذا البيسان، بيسان عبارة عن حفلة، يعني هي لحالها ما شاء الله عن 10 أشخاص، إيش تبغى موجود؟ تتكلم، تغني، تضحك، ويوم تفصل بيسان خلاص يوقف الشون، استناها لين تخلص مضاربتها وبعدين نرجع نكمل المقابلة. بدر يا بدر، أنت فزت بهذا الإيموجي وبكل جدارة، لأن في كل مرة أجي أتكلم لا ما أدري إيه، لا ما أدري إيه، لا ما أدري إيه. نفس الإيموجي بالضبط. الأروق واحد في مقر البوليفارد أتوقع عرفته، هيثم، واللي يشتهر بنظارته اللي يلبسها بالليل بالنهار داخل خارج ما يفرق معه بنظارته، لكن لا يغركم بعد هيثم تراه طباخ بارع ويفهم في السبايسيز وشي مو عادي. فادي يا فادي، أنا this is exactly how I see you، إنسان مبتسم كذا، حتى هو يناقر بيسان هذا وجهه، ما يتغير، ما يعصب، ما يزعل، كذا ابتسامته على وجهه ويشوف الحياة حلوة في عينه. النوم ما اختصر فقط على عزيز، ياسر ما شاء الله أخذ نصيبه لأنه ما خلى مكان فيك يا مقر إلا وأخذ فيه غفوة، توقع حتى هذه الكنبة نام فيها، لكن يوم أنا أجي هذا وجه ياسر، تشوف الإنسان اللي ما عنده مشكلة داعس لأي شيء، أي لعبة يلعبها، أي أغنية يغنيها، مهم متطلب، وجهه سمح يعني. أما بالنسبة لي على كثر ما أني أكون مرة مبسوطة معاهم وأنبسط وأضحك وكذا، إلا أن هذا يكون وضعي. وفي نهاية الحلقة حرفياً هذا شكلي.